السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله هنعمل موديل جديد بقصة جديدة، إن شاء الله ينال إعجابكم. هنستعمل فيه بواقي القماش اللي عندنا. إحنا أي قماش بيتبقى معانا مش بنرميه، بنشيله وبنطلع منه شغل جميل بتكلفة لا تذكر، يعني حاجة كده من لا شيء. في بداية الفيديو أحب أنبه إن الفيديو ده تم تصويره بوضع رأسي، يعني عشان تكون الصورة واضحة معانا لازم نكون ماسكين التليفون بالطول. أول حاجة بنعملها بنطبق القماشة اللي معانا دي على أربعة من ناحية العرض كده، طول قطعة القماش اللي معانا دي كان 25 سنتي يعني ربع متر، وعرضها وهي متطبقة على أربعة كان حوالي 23 سنتي. الموديل اللي هننفذه معانا دلوقتي من بواقي القماش دي هو سويت شيرت بناتي مقاس 9 سنوات. المقاس اللي هنحتاجه معانا هو دوران الصدر. دوران الصدر معانا كان 70 سنتي، اخدنا ربعه 17.5، وناخد من فوق دوران الرقبة. دوران الرقبة معانا كان 5 سنتي، واخدنا سنتي للخياطة. هنوصل ما بينهم بقى ما بين نقطة الرقبة وما بين دوران الصدر بخط مستقيم طوله حوالي 21 سنتي. الموديل اللي معانا دوت بكم رجلين، عشان كده ما اخدناش عرض الكتف. بنوصل بين دوران الرقبة ودوران الصدر بخط مستقيم اللي هو حردس الجيرو. هنقص بقى اللي احنا علمناه. هنجيب بقى القطع الموف دي، هنعمل منها الجزء اللي تحت من السويت شيرت. هناخد قطعة القماش دي، طولها هو 15 سنتي، وعرضها هو عرض دوران الصدر يعني عرضها 70 سنتي. هنطبقها على 2 ونقص منها قطعتين نفس المقاس، هيبقوا للأمام وللخلف. هنجيب القماشة الأورنج اللي معانا دي ونقص منها قطعتين طول القطعة حوالي 10 سنتي، وعرضها هو عرض السويت شيرت اللي معانا. دي تعتبر الكمر بتاع السويت شيرت من تحت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كده يبقى قصينا الموديل اللي معانا، عبارة عن 3 قطع. القطعة اللي فوق من اللون الأورنج وطولها كان 25 سنتي، والقطعة اللي بعدها من اللون الموف وطولها كان 15 سنتي، والقمر كان من اللون الأورنج وطوله كان حوالي 10 سنتي. لازم نركز ان اتجاه الوبرة يكون في نفس الاتجاه في كل القطع اللي احنا قصناها عشان يفضل اللون واحد زي بعضه. كده خلصنا قص السويت شيرت، باقي بقى اننا نقص الكم. الكم بتاعنا هو كم رجلان، هنقصه من قماش الجلد. قطعة القماش اللي معانا الجلد دي طولها حوالي 30 سنتي، وعرضها هو عرض دوران الدراع مرتين، لاننا هنعمل منها كمين فلازم يكون العرض هو ضعف عرض دوران الدراع. هناخد القطعة دي ونطبقها على 4 ونساوي القماش كده مع بعض. طول قطعة القماش الجلد اللي معانا دوت كان 30 سنتي، هنعمل منها الجزء اللي فوق من الكم. هناخد باقي الكم من القماش اللي لونه موف. اول حاجة بنعملها بناخد عرض الكم من فوق 7 سنتي، وننزل بطول الحردة ناخدها بميل كده. طول الحردة معانا احنا كنا واخدينها في البلوزة 21، يبقى ناخدها هنا 21 برضو، وهنمشي بخط مستقيم بقى كده بيربط بين 7 سنتي اللي فوق وعرض الكم. عرض الكم معانا كان 16 سنتي. هنقص بقى الخط المستقيم ده وننزل بتكسيمة بسيطة كده. كده يبقى قصينا الجزء اللي فوق من الكم. هنجيب بقى قطعة القماش اللي لونها موف دي ونطبقها على 4 ونكمل منها الكم. هناخد بقى باقي طول الكم اللي معانا، احنا كنا واخدين 30 سنتي،
وطول الكم معانا كان 40 سنتي، وعشان احنا عاملينه كم رجلين يبقى هنزود على طول الكم 10 سنتي، يبقى هناخده 50 سنتي. اخدنا 30 يبقى هناخد 20 من القطعة الموف. احنا زودنا 10 سنتي على طول الكم، لان الكم الرجلين ده بيبقى بادئ من عند دوران الرقبة مش من عند الكتف. كده خلصنا قص الكم، هنبدأ بقى في مرحلة التقفيل. تابعونا في فيديو التقفيل اللي هتلاقوه ظاهر معاكم على الشاشة دلوقتي. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.